السلام عليكم أعزائي طلاب وطلبات الصف الأول الثانوي لغات في exercise number 5 sine of a function. الدرس دلوقتي بيبقى لنا بس درس واحد في الألجبرا اللي هو عندي هنا هناخده، هو مرتبط بالدرس ده كويس، فاللي يفهم الدرس ده هيفهم اللي بعده إن شاء الله بإذن الله. إحنا عندي هنا هنتكلم على sine of function. إحنا هنتكلم على ثلاث أنواع من الفانكشن تحديدا. أول نوع عندي هنا لو قال لي ال fx دي الفانكشن الأولى equal a where a is constant، يعني لو كان ال a دوت ايه constant. ايه خدوا بالكم احنا هنتكلم على sin of function، يعني الناتج بتاع الفانكشن ده بيكون ايه، يعني ال x طبعا انا عندي هنا ال x او ال r المتاح بالنسبه لي، عندي هنا ال r كلها، يعني عندي هنا ال x المتاح بالنسبه لي في التعويض او substitution هنا ال r كلها. طيب انا عندي هنا ثلاث امثله لل constant function، يعني لو قال لي مثلا f x ايكوال وليكن 7، ال 7 ده ايه؟ ده رقم بوزيتيف، يبقى انا عندي لو عملت سبستيوشن بالاكس باي رقم، يعني لو مثلا قلت اف 1 الناتج هيكون 7، طب لو قلت اف نيجاتيف 3 الناتج برضه هيكون كام؟ 7، لو حتى قلت اف 0 يبقى الناتج هيكون ايكوال كام؟ ايكوال 7، يعني دايما الناتج عندي بيطلع بالايه؟ بيطلع بالبوزيتيف، خلاص؟ يبقى عندي هنا الكونستنت فانكشن بيكون عندي هنا زي الكونستنت اللي عندي، يعني لو ده بوزيتيف يبقى الناتج كله هيطلع بوزيتيف. طب فرضنا مثلا قال لي اف اكس ايكوال، راح مديني رول ثانيه وقال لي مثلا نيجاتيف 4، يبقى عندي هنا اي رقم هعوض عنه بدل اكس الناتج هيطلع بكام؟ بنيجاتيف 4، فهيبقى الساين بتاع الفانكشن او الناتج عندي هيكون بالايه؟ هيكون بالنيجاتيف، تمام؟ طب لو كان قال لي الاف اكس ايكوال 0، يبقى عندي هنا الزيرو هاز نو ساين، مالهاش ساين، احنا عارفين الزيرو نيزر بوزيتيف نور ايه؟ نور نيجاتيف، تمام؟ ده أول نوع عندي هنا من أنواع الفانكشن، يبقى عندي هنا الكونستانت بحكم عليها من فين؟ الكونستانت دوت ذات نفسه، لو هي بوزيتيف يبقى الساين أوف فانكشن بوزيتيف، لو كانت نيجاتيف يبقى الساين أوف فانكشن إيه؟ نيجاتيف، لو كان طبعًا زيرو يبقى هاز نو إيه؟ هاز نو ساين. طب النوع التاني من الفانكشن إيه هو؟ بيكون اسمه اللينير فانكشن، واللينير فانكشن دوت اللي هو أو الفيرست ديجري فانكشن بيكون إف إكس إيكوال إي إكس بلس بي، وقال لي شرط الأساسي إن الوير b not equal mean او سوري ال a not equal 0، ال a not equal 0 ليه؟ لان ببساطه لو ال a ب 0 عندي هنا فهيبقى 0 تايمز x equal كام؟ equal 0، فيبقى ال x equal كام؟ ال f x equal b. ديت عشان احدد عندي هنا الساين بتاعتها في حاجه بسيطه كده، ان انا عندي هنا بجيب مين؟ بجيب ال 0 بتاعها، بتبقى امتى equal 0؟ ال 0 بتاعها عندي هنا لو قلت ال a x plus b equal 0، فنودي ان احنا دي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى الاي اكس ايكوال نيجاتيف بي، يبقى الاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف بي اوفر اي، يبقى عندي هنا هتكون 0 عند النيجاتيف بي اوفر اي، يعني عندي هنا لو كتبت نيجاتيف بي اوفر اي تمام، هنا الناتج هيكون ايكوال كام؟ ايكوال 0. طيب اللي على يمينها، الارقام اللي على يمينها بتكون زي الكوفيشنت عندي هنا لايك اوف اي، زي الكوفيشنت عندي هنا اوف اكس اللي هو الاي، لو ده بوزيتيف فهيكون بوزيتيف زيه. طيب وعندي هنا على يسارها هيكون ايه؟ هيكون الاوبوزيت بتاعها اللي هو نيجاتيف. طب فرضنا كانت هي نيجاتيف هيبقى زيه نيجاتيف، وهنا هيكون الاوبوزيت بتاعه بايه؟ بالبوزيتيف. يعني عندي هنا اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول عندي هنا هيكون لايك وعندي هنا هيكون الايه؟ الاوبوزيت، تمام؟ طيب ده بالنسبه لللينير ايه؟ لللينير فانكشن. طب تعالوا نحل مع بعض شويه على الكونستانت واللينير والكوادراتيك فانكشن، هنقولها أو أول ما يجي لي سؤال عليها عشان ما نشرحش كتير ونبتدي نحل مع بعض عشان نفهم أكتر، تمام؟ First multiple choice questions، تمام؟ بيقول لي هنا إيه؟ choose the correct answer from those given. أول حاجة بيقول لي the function fx equal negative 4. يبقى fx equal كام؟ negative 4 is negative in the interval. هي هتكون negative فين؟ طب إحنا عارفين إن أنا عندي هنا بتكون like الـ sign of the function. عندي هنا دي negative يبقى هتكون negative على الار كلها، يبقى عندي هنا من اول مين؟ من اول نيجاتيف انفينيتي للانفينيتي، تمام؟ طيب عندي هنا السؤال الثاني، يعني عندي هنا دايما ان اور اي رقم عندي هنا بنعمل سبستيوشن على الاكس الناتج بيكون نيجاتيف 4، فدايما السين بتاعت الفانكشن هتكون ايه؟ هتكون بالنيجاتيف. السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا فانكشن اف وير اف اكس ايكوال 5 اكس ماينس البي از بوزيتيف. انا عندي هنا عشان اعرف البوزيتيف من نيجاتيف من الزيرو بجيب عندي هنا بنعمل نرسم ادي النمبر لاين اهوت، تمام؟ ده كده النمبر لاين بتاعي، وعندي هنا اروح جايب بعد كده الاي النيجاتيف بي اوفر اي، ادي النيجاتيف بي اوفر اي اللي هي عندي هنا ايكوال مين؟
نيجاتيف نيجاتيف 3 وبوزيتيف 3 اوفر 5، يبقى عندي هنا تكون 3 اوفر 5. براجع النمبر لاين كاتب 3 اوفر 5 زي كده، عندي هنا ده طبعا بيدينا 0. اللي على يمينها او الارقام الجريتر زان 3 اوفر 5 بتكون لايك كوفيشنت اوف اكس، الكوفيشنت اوف اكس اللي هو ال 5 هنا بالايه بالبوزيتيف، فهيكون بوزيتيف زيها. وعندي هنا ديت الاوبزيت بتاعها اللي هو كام نيجاتيف. طب انت بتدور على مين؟ قال انا بدور على البوزيتيف، يبقى البوزيتيف عندي هنا من اول 3 اوفر 5 اوبن لغايه مين؟ لغايه الانفينيتي. يبقى عندي هنا نقول ايه؟ نقول جريتر زان 3 اوفر 5، جريتر زان 3 اوفر ايه؟ اوفر 5، يبقى الاكس جريتر زان 3 اوفر 5 اللي هي الاجابه لتر مين؟ لتر ايه؟ تعال نشوف نمبر 3. نمبر 3 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا ان 2 اكس ماينس 4 زان f is negative 8، يبقى عندي هنا عايز negative 8 فنجيب ال negative b over a، يعني عندي negative negative 4 ب positive 4 over a اللي هي 2، يبقى الناتج هيكون ايكوال كام 2؟ ادي النمبر لاين اهوت، وادي عندي هنا ديت ال 2 هتدينا مين؟ ال 2 هتدينا 0 تمام؟ طيب اللي greater than 2 بيكون like ال a، اللي عندي هنا ب 2 بال positive يعني يبقى positive زيها، وعندي هنا ديت ايه؟ negative، وقال لي عندي هنا مين؟ بيدور على مين؟ على النيجاتيف، يبقى النيجاتيف عندي هنا من اول ال 2 open لغايه مين؟ لغايه النيجاتيف انفينيتي، يبقى عندي هنا 2 ونيجاتيف انفينيتي اهيت اوبن، يبقى الاجابه لتر مين؟ لتر بي. تعالى نشوف نمبر 4. نمبر 4 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا ساين اوف ذا فانكشن اف والاف اكس ايكوال 6 ماينس 2 اكس از نون بوزيتيف. خد بالك في ناس كتيره بتغلط في نون بوزيتيف ديت، يقول لي ايه؟ النون بوزيتيف ديت يعني نيجاتيف يا مستر، لا يعني نيجاتيف وزيرو، زيرو اند نيجاتيف. ديت معنى ايه؟ نون بوزيتيف تمام؟ يبقى الزيرو والايه والنيجاتيف معاه. طب نيجي نجيب النيجاتيف بي اوفر ايه، النيجاتيف بي اوفر ايه يعني نيجاتيف 6 اوفر ايه اللي هي نيجاتيف 2، فالناتج يكون ايكوال كام؟ ايكوال 3. ادي النمبر لاين اهوت، وادي ال 3 هتدينا مين؟ هتدينا 0. طبعا عايمينها لايك like، يبقى عندي هنا الاكس الكوفيشنت اوف اكس ايكوال نيجاتيف 2، فهيكون عندي هنا نيجاتيف زيها، وعندي هنا الاوبوزيت اللي هو مين؟ اللي هو بيكون بوزيتيف. طب انا عندي هنا قال لي نان بوزيتيف، يعني عايز النيجاتيف والزيرو. نيجاتيف والزيرو باخد معايا اللي بيديني زيرو مين؟ ال 3 هاخدها معايا في الانترفال بتاعتي، يبقى عندي هنا من اول ال 3 كلوزد لمين؟ للانفينيتي، فنقول الاكس جريتر ذان اور ايكوال تو 3، جريتر ذان ايكوال تو مين؟ 3، والاجابه لتر مين؟ لتر دي. تعال نشوف نمبر 5. بيقول لي ذا فانكشن اف اكس، عندي هنا قال لي 3 ماينس اف اكس از نون نيجاتيف. نون نيجاتيف يعني ايه؟ يعني بوزيتيف وايه؟ وزيرو معايا تمام؟ طيب نجيب النيجاتيف بي اوفر ايه؟ نيجاتيف بي اللي هي نيجاتيف 3 ديفايدد باي الاي اللي هي نيجاتيف هاف، يعني ايكوال نيجاتيف 3 ديفايدد باي نيجاتيف هاف يعني تايمز نيجاتيف 2، فيبقى الناتج ايكوال كام؟ ايكوال بوزيتيف 6. وادي عندي هنا الساين بتاعتها اهيت، ده النمبر لاين، عندي هنا ده ال 6، وعندي هنا هدينا 0. اللي جريتر ذان 6 هيبقى لايك، لايك عندي هنا بنيجاتيف، والتانية بإيه؟ الأوبوزيت بتاعها. طب أنت بتدور على مين؟ قال لي على النون نيجاتيف، يعني مين؟ يعني البوزيتيف والزيرو. البوزيتيف والزيرو طبعا ال 6 بيدينا 0، وأدي البوزيتيف عندي في اتجاه النيجاتيف انفينيتي. يبقى عندي هنا من أول نيجاتيف انفينيتي لل 6 كلوزد، عندي هنا من أول نيجاتيف انفينيتي لل 6 إيه؟ 6 كلوزد، والإجابة لتر مين؟ لتر إيه؟ وتعالى نشوف اللي بعده. نمبر 6 هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي إف ذا فانكشن إف وير نيجاتيف 4 و 3 الاتنين أوبن أبروشز تو آر، where fx equal كام؟ equal x plus 2، then fx is positive. طبعا بيدور على البوزيتيف. هنا خدوا بالكم مش مدينا الار كلها، ده مدينا ايه؟ انترفال جزء منها. يعني ايه جزء منها؟ يعني زي ما هنشوف دلوقتي. يعني عندي هنا قال لي بدايتك مين؟ قال لك بدايتك عندك هنا النيجاتيف 4 والنهايه بتاعتك مين؟ ال 3 والاثنين اوبن. يعني عندي هنا ديت النيجاتيف 4 اوبن، وعندي هنا ال 3 اوبن. طب بقيه الار؟ لا مش موجوده، هو قال لي شوفها هنا بس في الانترفال دي تمام. وقال لي عندي هنا الاف اكس ايكوال اكس بلس 2، نيجاتيف بي يعني نيجاتيف 2 ديفايدد بايه اللي هي ال 1، فيدينا كام؟ نيجاتيف 2. يبقى انا عندي هنا ديت النيجاتيف 2 بتدينا 0. اللي على يمينها اللي هي جريتر ذان لايك، يبقى عندي ده بوزيتيف، يبقى ديت بوزيتيف زيها. ديت ايه؟ وديت عكسها اللي هي ايه؟ نيجاتيف تمام؟ طب هو بيسالني بيقول لي ايه؟ بيقول لي بوزيتيف، يبقى عندي هنا بوزيتيف في الانترفال ديت من اول نيجاتيف 2 اوبن لمين؟ لل 3 اوبن، يبقى عندي هنا نيجاتيف 2 اوبن وال 3 ايه؟ اوبن، اللي هي الاجابه لتر مين؟ لتر دي. وتعالى نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي ايه؟ اف ذا فانكشن، عندي هنا برضو مدينا انترفال من اول مين؟ من اول نيجاتيف 5 لغايه مين؟ لغايه ال 6. ديت عندي هنا قال لي الاف اكس ايكوال اكس بلس مين؟ 3. ادي الانترفال اللي موجود عندي تمام؟ هنوضحها من اول النيجاتيف 5
5 عندي هنا لغايه مين؟ لغايه 6 والاثنين برضو ايه؟ اوفر. هنجيب النيجاتيف بي اوفر ايه؟ يبقى نيجاتيف 3 اوفر 1 ايكوال نيجاتيف 3. فيبقى عندي هنا الروت اللي عندي نيجاتيف 3 عندي هنا ده بيدينا 0 اللي على يمينها او اللي جريتر ذان نيجاتيف 3 بيبقى ذلك كوفيشنت اوف اكس اللي هي بوزيتيف تمام؟ والثانيه الاوبوزيت بتاعها اللي هو ايه؟ اللي هو نيجاتيف. طيب قال لي اف اكس از نيجاتيف 8 يبقى انت بتتكلم فين؟ في النيجاتيف. يبقى النيجاتيف عندي هنا من اول النيجاتيف 3 طبعا اوبن لغايه النيجاتيف 5 فنقول النيجاتيف 5 اوبن والنيجاتيف 3 برضو ايه؟ برضو اوبن. يبقى عندي هنا نيجاتيف 5 ونيجاتيف مين؟ نيجاتيف 3. وتعالى نشوف اللي بعده. نمبر 8 بيقول لي the function fx equal c ديت constant. fx equal constant هذا ساين اكيد بتبقى زي c، لو c positive هتبقى positive زيها، لو negative هتبقى negative زيها. فهو هنا بيقول لي positive مش شرط، ممكن تبقى دي negative او zero. هل هي negative؟ قلنا ممكن تبقى zero او positive. like the sign of x، الاكس مالها ومال الموضوع؟ هي like the sign of cr طبعا صح، هي دي الاجابه الايه الصحيحه. لو كانت ديت positive هتبقى positive زيها، لو كانت negative هتبقى ايه؟ negative زيها. تمام. طب نيجي على نمبر 9 بيقول لي the sign of the function fx equal ax plus b on r is the same the sign of b. هي دايما هتكون زي السين بتاعت البي امتى؟ خدوا بالكوا لو قلنا عندي هنا بتدينا سين واحده بس، ملاحظه هي تكتبوها عندكم، عندي هنا هتدينا سين واحده في حالتين، ايه هما؟ لما يكون fx equal عندي هنا constant، يبقى عندي هنا السين بتاعت الفانكشن هتكون زيها زي الكونستانت، لو بوزيتيف هتكون بوزيتيف زيها او نيجاتيف هتبقى نيجاتيف زيها. بقى عندي هنا هاز ساين هتبقى السين واحد. طب وايه تاني؟ لو كانت الاف اكس ايكوال اي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي اللي هي مين؟ اللي هي الكوادراتيك فانكشن اللي قلنا هنتكلم عنها دلوقتي، وكانت ايه؟ هاز نو ريل روت. يعني ايه؟ يعني الديسكريمنت بي باور 2 ماينس ال 4 اي سي ليس ذان 0 ملهاش روت، هيبقى كلها لايك مين؟ لايك كوفيشنت اوف اكس بار 2. الملاحظه دي اكتبوها عندكم، هنشوف هنا ديت لما يجي نتطرق ليها في الاسئله هنا هنشوفها صح. فانا عندي هنا الساين تبقى واحده امتى؟ لو كان الكونستانت عندي هنا موجود بوزيتيف هيبقى كلها بوزيتيف زيه، نيجاتيف هتبقى نيجاتيف كلها زيه، ولو زيرو هتبقى هاز نو ساين زيه برضه. طيب نرجع تاني لسؤالنا دوت، بيقول لي ذا ساين اوف ذا فانكشن اف اكس ايكوال اي اكس بلس بي on r is the same the sign of b. هتكون كلها زي السين بتاعت البي امتى؟ لو كانت كونستانت. طب امتى تكون كونستانت؟ لو كانت الاي ديت بزيرو، يعني زيرو تايمز الاكس هيدينا زيرو، يعني كانسل ديت ويبقى الاف اكس ايكوال كام؟ بي. طب ايه اللي كانسلها؟ ان الاي يكون بايه؟ بزيرو. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي ذا فانكشن اف اكس ايكوال اي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي هاز وان ساين. اهي ده الكلام، لسه الكلام نفس الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى عندي هنا الكوادراتيك فانكشن ديت هاز وان ساين، هتبقى لها وان ساين امتى؟ لو كانت ديسكريمنت دوت ليس ذان ايه؟ ليس ذان زيرو. ليه؟ لان مش هيبقى لها ريل روت. طيب لحظه هنا بقى اشرح لكم حته الكوادراتيك فانكشن، نتكلم على الانواع بتاعتها وهنقولها بسرعه. باختصار شديد دول الست حالات اللي ممكن يقابلونا في الكوادراتيك فانكشن. احنا عارفين ان الجنرال فورم بتاعها بيبقى عبارة عن مين؟ f x equal a x power 2 plus b x plus c. عندي هنا قال لي where a not equal 0، مش ينفع يكون 0 عندي عشان تبقى كوادراتيك. طب ايه الفرق بين الست حالات عشان نشوفهم بسرعة؟ واحنا هنلخصها بحاجة معينة كده سهلة وبسيطة، بس ناخد فكرة ديت عشان لو جه رسم يبقى احنا فاهمين بنعمل ايه. أول حاجة بتقابلني أو أول حالة بتقابلني الفيرست كيس اللي عندي هنا، لو كان ديت ليها تو روتس زي كده تمام؟ يعني عندي هنا مثلا تو روتس، الروت الاولاني مثلا ده وليكن نيجاتيف 2، وده مثلا عندي هنا وليكن 3. يبقى انا شايف الساين اللي بين النيجاتيف 2 و 3 زي كده هتكون بالايه؟ بالبوزيتيف. ليه بالبوزيتيف يا مستر؟ لان انا عندي هنا ده كده الشكل ده كده مقلوب اهوت، فيبقى الواي عندي هنا هتكون بالايه؟ بالبوزيتيف. طب واللي تحت الاكس اكسس ده الناتج هيكون بالايه؟ بالنيجاتيف عندي. يعني عندي هنا لو انا في الفانكشن دي تحديدا عملت سبستيوشن باي رقم ما بين النيجاتيف 2 وال 3 الناتج هيطلع بالبوزيتيف، greater than 3 هيطلع نيجاتيف، less than نيجاتيف 2 هيطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. وديت عندي هنا امتى بيكون بنشوفها بالشكل ده؟ لما بيكون عندي هنا الكوفيشنت اوف اكس باور 2 اللي هي الايه؟ بتكون بالايه؟ بتكون بالنيجاتيف، فبيكون شكل الفانكشن او الكيرف بيكون مقلوب بالشكل ده كده. طب لو كان عندي هنا ده بالبوزيتيف فهنشوفها بالشكل دوت، وهيبقى عندي هنا فيها التو روت برضو دول اللي بيدونا زيرو تمام؟ الواي بتكون هنا زيرو في الحاله ديت. عندي هنا ده طبعا لفول اكس اكسس بيكون بالبوزيتيف تمام؟ اللي هو جريتر زان الروت الاولاني وليس زان الروت الثاني. يعني مثلا لو كان دوت عندي هنا 4 وده كان 1، فاللي ليس زان 4 هيدينا بوزيتيف
اللي جريتر ذان 4 هيدينا بوزيتيف، واللي ذان 1 نيجاتيف 1 سوري هيدينا ايه؟ هيدينا بوزيتيف. اما اللي بينهم هيدينا ايه؟ هيدينا نيجاتيف اهوت، الواي تحت بالايه؟ بالنيجاتيف. تمام؟ طيب بالنسبه لديت اللي هو عندنا لو ليها 2 ايكوال روتس او روت واحد، يعني مثلا لو كان ده 3 فمعنى كده ان اي رقم غير ال 3 هيدينا بوزيتيف، هيبقى فوق الاكس اكسس اهو هيدينا بوزيتيف زيه. تمام؟ لان ده اصلا بيكون بالايه؟ بالبوزيتيف في الحاله دي. طب وال 3 هتدينا 0. تمام؟ طب لو مقلوبه لتحت هيبقى عندي هنا مثلا لو كان عندي 2 يبقى 2 بس اللي هتدينا 0، والباقي اللي تحت كله اي رقم في الار بعد كده هيدينا مين؟ هيدينا نيجاتيف. طب لو كانت عندي هنا هاز نو روت زي دي كده، فتبقى كلها فوق الاكس اكسس حتى مفيش تاتش، فيبقى كلها بالبوزيتيف، كلها بالبوزيتيف. تمام؟ يبقى الار عندي هنا بيكون كلها بالايه؟ بالبوزيتيف. طب لو كانت اللي تحت هيبقى كلها بالايه؟ كلها بالنيجاتيف. طب احنا بنعبر عنها ازاي؟ تعالوا هنشوف احنا بنحل المسائل هنعبر عنها باستخدام الروتس، يعني هنعمل نمبر لاين ونحط التو روتس دول، نشوف اللي ما بين التو روتس بيكون ايه؟ بيكون اوبوزيت اوف كوفيشنت اوف ايه. يعني عندي هنا لو كانت الايه بالنيجاتيف زي كده، فهيبقى عندي هنا اللي بين التو روتس هيبقى بالايه؟ الاوبوزيت بتاعها هيبقى بوزيتيف. طب واللي جريتر ذان واللي ذان الروت هيبقى عندي هنا دوت هيكون ايه؟ هيكون لايك ات. وتعالوا نشوفها بنحلها ازاي بالظبط. هنا في نمبر 11 بيقول لي اف اكس ايكوالز 3 اكس ذن ذا ساين اوف ذا فانكشن، وديت طبعا لينير فانكشن، فهنقول ايه؟ عندي هنا ذا ساين اوف ذا فانكشن از نيجاتيف، هو بيدور على مين؟ على نيجاتيف. فانا عندي هنا بنعمل نمبر لاين اهوت، هجيب النيجاتيف بي اوفر اي، طب البي عندي هنا بزيرو، فديفولت بايه اللي هي 3 ايكوال كام؟ ايكوال زيرو، عندي هنا الزيرو هيدينا زيرو. طب واللي جريتر ذان زيرو لايك الاي، طب الاي عندي هنا بالبوزيتيف، قول على يسار هيكون بالايه؟ بالنيجاتيف. زي انت عايز مين؟ قال انا عايز هنا الايه؟ النيجاتيف. طب النيجاتيف عندي هنا من اول الزيرو اوبن للنيجاتيف انفينيتي، يبقى نيجاتيف انفينيتي للزيرو، والاثنين ايه؟ الاثنين اوبن. الاجابه لتر مين؟ لتر سي. طيب نمبر 12 بيقول لي فانكشن اف اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس 9 از نيجاتيف 8، اه بدور على نيجاتيف 8. طب ديت لما نيجي نحلها بقى كوادراتيك فانكشن بيعمل ايه؟ اول حاجه بروح واخد الاكس باور 2 ماينس 9 واخليها اكويجن واقول ايكوال 0، نعملها الفاكتوريزيشن بتاعها نقول ايكوال 0. الاكس باور 2 عباره عن اكس تايمز الاكس، وال 9 3 تايمز 3، مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، يبقى عندي هنا التو روتس الاكس بلس 3 ايكوال 0 منها الاكس ايكوال نيجاتيف 3، او الاكس ماينس 3 ايكوال 0 وانها الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 3. وعندي هنا دول التو روتس. بنعمل ايه؟ بنعمل نمبر لاين زي كده، وباجي بحط التو روتس طبعا الصغير الاول لو نيجاتيف 3 ده بيدينا 0، وعندي هنا اللي بعديها ال 3 برضه بيدينا 0. خد القاعده ديت، اللي بتوين تو روتس بيكون اوبوزيت اوف ايه؟ طب ليه عندي هنا بوزيتيف؟ يبقى عندي هنا الاوبوزيت بتاعها هيكون نيجاتيف. تمام؟ طيب واللي اللي جريتر زين ال 3 هنا واللي ليس زين نيجاتيف 3 بيكون لايك like. طب هي بوزيتيف، يبقى عندي ده هيكون بوزيتيف زيها. طب انت بتسال على مين؟ قال له والله انا بسال على النيجاتيف، يبقى النيجاتيف عندي من اول النيجاتيف 3 اوبن لل 3 اوبن، عندي من اول نيجاتيف 3 اوبن لمين؟ لل 3 اوبن، يبقى نيجاتيف 3 لل 3 ايه؟ اوبن. تمام؟ طيب انتوا لو عايزين تشوفوا الشكل الرسمه بتاعتها ازاي اللي احنا رسمناها من شويه، تعالوا نرسمها هنا كده. لو عندي هنا ده الواي اكسس وده الاكس اكسس، وعندي هنا الكيرف بتاعي هيكون بالشكل ده كده، من هنا النيجاتيف 3 وهنا مين؟ ال 3. هنا اللي بتوين 3 ونيجاتيف 3 هيكون اللي بينهم بالنيجاتيف اهو زي ما احنا كتبنا اللي هو الشكل ده كده. طب واللي جريتر ذان 3 بيكون ايه؟ فول اكس اكسس بيكون ايه؟ بيكون بالبوزيتيف، وعندي هنا برضه هيكون بالايه؟ بالبوزيتيف، اللي هو الجزء ده والجزء ده. خلاص فهمنا ازاي؟ طيب تعالوا نشوف او نحل المساله اللي بعدها اللي هي نمبر كام؟ نمبر 13. بيقول لي the function fx equal x power 2 plus 1 is positive at x belong to. طب انت دلوقتي عندي هنا نيجي نجيب الروت بتاعتها، عارف ان هي has no real root. ازاي مستر عرفت كده على طول؟ هنحولها اهوت x power 2 plus 1 equal 0. طب ودي ال 1 ناحية التانية بالنيجاتيف، x power 2 equal negative 1. هل النيجاتيف 1 ليها سكوير روت؟ لا ملهاش، يبقى عندي عرفت ان هي ملهاش real root. تمام؟ طيب او ايه؟ او عندي هنا باي طريقه من الطرق اللي احنا عارفينها، ايه هي؟ هنقولها بسرعه برضو كمثال هنا، وبعد كده هنعتمدها في بقيه المسائل، مش لازم نقولها في كل مساله، ولكن هقول لكم ازاي تعرفوا ان هي عندي هنا ملهاش الروت. اول حاجه عن طريق الديسكريمنت زي ما قلنا قبل كده، بي باور 2 ماينس ال 4 اي سي. البي باور 2 اللي هو الكوفيشنت اوف اكس اللي هو مش موجود، فيبقى عندي هنا بزيرو، ماينس ال 4 تايمز الاي اللي هو الكوفيشنت اوف اكس باور 2 اللي هو ب 1،
قيمة السي اللي عندي هنا اللي هو الابسولوت ترم لوحده، الرقم لوحده ده اللي هو برضه بوان. فالناتج طلع عندي هنا بكام؟ بنيجاتيف 4. مش مهم الرقم قد ما مهم ان هو نيجاتيف. يبقى عندي هنا ديت هاز نو ريل روت. طب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه انا ممكن اعمل فاكتورايزيشن على الكالكوليتور ذات نفسها. يعني عندي هنا بجيب المود، بروح جايب عندي هنا الايكويجن اللي هي نمبر 5، وعندي هنا نقول ايه اي اكس بار 2 بلس بي اكس بلس سي اللي هي نمبر 3 اختارها. تمام، قال لي الكوفيشنت اوف اكس بار 2، تعالوا هنا عشان نتملى كويس اهوت، عندي هنا دوت ب 1 يبقى الاي عندي هنا اضغط 1 واقول ايكوال. البي اللي هي الاكس مش موجوده فاقول له 0 ايكوال. تمام، وبعدين الابسولوت ترم اللي هو السي اللي هو عندي هنا بكام؟ ب 1 فاقول 1 واضغط ايكوال. نضغط ايكوال فالاكس 1 طلعت لي عندي هنا بايه؟ باي زي ما احنا شايفين اهوت. ده مش ريل روت، ده ايماجينري روت. تمام، ايكوال تاني يديني مين؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اي. يبقى انا عندي هنا في الحاله ديت زي ما قلنا ملهاش ريل ايه؟ ملهاش ريل روت. يبقى عندي اما إيه نيجي نحلها بنحلها ازاي؟ ادي النمبر لاين اهوت، طبعا مفيش روت عشان اكتبه هنا. امال بكتب ايه؟ بكتب الساين بس. الساين بتبقى لايك الكوفيشنت اوف اكس بار 2، يعني عندي هنا ديت 1 بوزيتيف، يبقى عندي هنا دي كلها هتكون بوزيتيف زيها. طب انت بتسال على مين؟ بتسال على البوزيتيف. اه يبقى الار كلها بالبوزيتيف. تمام، طب تعالوا نشوف نمبر 14. The function fx x power 2 minus 6x plus 9 is positive in the interval. تعال نجيب ال factorization بتاعها x power 2 minus 6x plus 9 equal كام؟ equal 0. ده perfect square، ولو ما خدتش البال ان هي perfect square ايه المشكلة؟ هذا عندي هنا 2 parentheses اهم نقول equal 0، هي كأني مش واخد بال ان هي perfect square، ونقول x power 2 عبارة عن مين؟ عبارة عن x times x وال 9 3 times 3 و their sum equal 6 زي ما هو مكتوب. السنة الأخيرة بوزيتيف بتنزل ميدل ترم نيجاتيف، نيجاتيف يبقى الإكس إيكوال كام؟ إيكوال 3. هو الإكس إيكوال كام؟ إيكوال 3. بنحلها إزاي؟ آدي النمبر لاين، وأدي عندي هنا الروت الوحيد اللي هو الـ 3 بيدينا مين؟ بيدينا 0. تمام؟ الـ جيوتر زان والليس زان لايك، طب ده إيه بوزيتيف؟ يبقى عندي هنا دول بوزيتيف. يبقى كله بيدينا بوزيتيف ما عدا مين؟ ما عدا الـ 3 بتدينا 0. طب هو بيسأل على مين؟ على البوزيتيف؟ أه نقول له كله ما عدا الإيه؟ الـ 3. ليه؟ لأن الـ 3 بتدينا مين؟ تدينا 0 ما تديناش بوزيتيف. يبقى نقول ار ديفرنس ال 3 لتر سي. في نمبر 15 بيقول لي ذا انترفال ان ويتش ذا فانكشن اف اكس ايكوال اكس بار 2 ماينس 5 اكس بلس 6 از بوزيتيف. از هي هتكون بوزيتيف فين؟ تعال نجيب الروت بتاعتها نعملها الفاكتورايزيشن. يبقى الاكس بار 2 اكس واكس وال 6 تو نمبرز ايكوال 6 والسم بتاعهم 5 اللي هي 2 تايمز مين؟ 2 تايمز 3. دي بوزيتيف، بتنزل ميدل ترم نيجاتيف نيجاتيف. يبقى الـ x equal 2 والـ x equal كام؟ equal 3. ادي النمبر لاين اهوت بتاعي. تمام، ادي عندي هنا ديت الـ 2 وديت الـ 3، ديت عندي هنا 0 وديت طبعا بتدينا 0. دوت الـ opposite هي طبعا بالبوزيتيف هنا، بالـ opposite بتاعها نيجاتيف، وعندي هنا ده بوزيتيف. طيب بصوا قال لي ايه؟ قال لي انا عايز البوزيتيف. خد بالكوا هنا البوزيتيف بنكتبه بطريقتين. الطريقة الأولى أنا عندي هنا شايف البوزيتيف على 2 interval اهي، يعني عندي هنا من اول ال 2 اوبن لمين؟ للنيجاتيف انفينيتي، في اتجاه النيجاتيف انفينيتي. والتاني برضو من اول ال 3 اوبن لغايه مين؟ لغايه الانفينيتي. فممكن اكتبها اقول ايه؟ اقول من نيجاتيف انفينيتي لل 2 اوبن. تمام، يونيون من اول مين؟ من اول ال 3 اوبن لغايه مين؟ لغايه الانفينيتي. تمام، طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه ان هو ممكن يكتب لي الار كلها ويستثني منها النيجاتيف. الار كلها هي ايه؟ هي بالبوزيتيف ما عدا مين؟ ما عدا النيجاتيف والزيرو. طب استثني منها مين؟ استثني منها النيجاتيف والزيرو. فنقول ايه؟ نقول ار ديفرنس. مين النيجاتيف؟ النيجاتيف عندي هنا من اول ال 2 لغايه مين؟ لغايه ال 3. بس اللي استثناها لا، واستثني معاها كمان الزيرو اللي هو مين؟ اللي هي ال 2 نفسها وال 3 نفسها، فنعملها كلوزد. تمام؟ طيب هي مكتوب عندي هنا ازاي؟ ده مكتوب عندي هنا ار ديفرنس ال 2 ل 3 اللي هي ايه؟ لتر مين؟ لتر سي. وتعالوا نشوف نمبر 16 اللي بعدها. نمبر 16 ابتدى يغير شويه في نمط الاسئله. قال لي قال الاف اكس از بوزيتيف 8. اه هو مديها لي في انترفال واحده، ادام مديها لي في انترفال واحده هنحلها كده. بص معايا كده، ده النمبر لاين اهوت، وقال لي عندي هنا دوت من اول النيجاتيف 2 طبعا ده بتدينا 0، وقال لي عندي هنا ال 5 بتدينا مين؟ بتدينا برده 0. وقال لي عندي هنا هي بوزيتيف في الانترفال ديت، ادام مدينا انترفال واحده يبقى عندي هكتبها اهوت، يبقى بوزيتيف هنا، يبقى اكيد اللي بره عكسها. تمام، طيب هنا قال لي ايه؟ طبعا ادام قال لي تروت يبقى ديت كوادراتيك فانكشن، مش محتاج يعني ان هو يقول لي كوادراتيك فانكشن. طيب
طب انا مش هبص للاختيارات اللي هو مديها لي، لا ده انا هعمل ايه، انا هعمل عندي هنا فورمنج ايكويشن. طب تعالوا بس نقرا شويه حاجات. اول حاجه هجيب مين؟ هجيب الصم بتاعه الروت. طب انت تعرف الروت يا مستر؟ اه، ما هو الروت اللي هو نيجاتيف 2 5، يبقى الصم بتاعهم هنقول ايه؟ نيجاتيف 2 بلس 5 ايكوال كام؟ ايكوال 3. طب اجيب البرودكت، البرودكت نقول ايه؟ نيجاتيف 2 تايمز 5 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 10. طب نكون الايكويشن، الايكويشن احنا واخدينها في الدرس اللي قبله، اكس باور 2 ماينس الصم اهي بفكركم بيها تايمز الاكس بلس مين؟ بلس البرودكت. ده عشان اعمل ايه؟ ايكوال 0، عشان اعمل فورم ايكويشن، عشان نكون ايكويشن. طب نكتب اكس باور 2 تمام ماينس الصم اللي هو 3x بلس مين؟ بلس البرودكت اللي هو نيجاتيف 10، ونقول ايكوال كام؟ ايكوال 0. طب انا عشان احولها لفانكشن لازمني حاجتين، اشيل الايكوال 0 ديت ونكتب الاف اكس بس ستوب على هنا. ليه ستوب؟ اول حاجه عندي هنا الكوفيشنت اوف اكس باور 2 هل هو بالبوزيتيف؟ احنا عمالين هنا بالبوزيتيف، لكن هل هو بالبوزيتيف؟ لا، ده احنا يا مستر متعودين نحط في النص هنا كده في الميدل ديت بيبقى الاوبوزيت. يعني ايه؟ يعني ده لو بوزيتيف كان عكسها هيبقى نيجاتيف، لكن ديت بوزيتيف اكيد دي نيجاتيف. طب ما نعمل الايكويشن دي تايمز نيجاتيف 1، فيبقى عندي هنا نيجاتيف 1 تايمز الاكس باور 2 بنيجاتيف اكس باور 2 تمام بلس 3x تمام بلس 10. خلاص، يبقى عندي هنا ديت هي مين؟ ديت كده عندي هي الايه؟ هي الفانكشن اللي موجوده عندي. طب موجوده فين؟ ندور عليها. نيجاتيف اكس باور 2 هنا وهنا، ال 3 بالبوزيتيف هي وال 10 في لتر مين؟ في لتر دي. يبقى الاجابه عندي هنا لتر مين؟ لتر دي. وتعالى نشوف نمبر 17. في 17 هنا بيقول لي، بيقول لي الاف اكس اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي از نيجاتيف 8 اكس بلونج تو. اكس بلونج تو مين؟ عندي هنا ديت ادي ال 2 هيدينا 0، وادي ال 3 ده برضه بيدينا 0، وبعدين قال لي عندي هنا از نيجاتيف، نيجاتيف يعني عندي هنا عكس الاوبزيت بتاعها تمام. يبقى عندي هنا اكيد الاكس باور 2 بالبوزيتيف. طيب هو قال لي التو روت كام؟ التو روت 2 ل 3. طب البرودكت بتاعهم كام؟ 2 تايمز 3 ايكوال 6. خلاص يبقى البرودكت ايكوال كام؟ ايكوال 6. الاجابه لتر مين؟ لتر بي. وتعالى نشوف نمبر 18. قول لي ذا سين اوف ذا تو فانكشن. اه ده انت مديني تو فانكشن هنا. طيب انا محتاج ايه؟ محتاج اجيب الساين اوف تو فانكشن بتاعهم الاثنين. طب الاف اكس هنجيب الاف اكس لوحدها اللي هي عندي هنا قال لي كام؟ قال لي الاكس ماينس ال1 والاكس بلس مين؟ بلس 2. طب اكس ماينس ال1 يبقى الاكس ايكوال كام؟ هنا نيجاتيف 1 يبقى 1، ده الناحيه الثانيه بوزيتيف يبقى ال1. الروت الثاني اكس بلس 2 ايكوال 0 يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2، ده الروت الثاني تمام. طب تعال نجيب الجي اكس، اجيب الروت بتاعتها برده. الجي اكس عندي هنا قال لي نيجاتيف اكس باور 2 بلس 9، اقول ايه؟ نيجاتيف اكس باور 2 بلس 9 خليها كده فنقول ايكوال 0. طب نعمل فاكتوريزيشن بتاعنا، يبقى دي اكس واكس، وعندي هنا 3 و 3 مره بوزيتيف ومره ايه؟ نيجاتيف، يبقى ايكوال 0. يبقى عندي هنا الاكس ايكوال 3 والاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 3 تمام. طبعا عادي انا ممكن اقولها ايه، نعمل هنا تايمز نيجاتيف 1 فتبقى اكس باور 2 ماينس 9 ايكوال 0 عشان اعمل فاكتوريزيشن بتاعي بالسهوله. ولو قلنا 9 ماينس اكس باور 2 هتبقى 3 ماينس الاكس، و3 بلس اكس هي نفس الايه؟ نفس النتيجه. طيب انا عندي هنا هنحط التو فانكشن تحت بعض ازاي؟ تعالى كده مثلا نحط الاف اكس، يبقى الاف اكس هناخدها كده، الاف اكس هنحطها اهو ده النمبر لاين بتاعنا دوت الاف اكس، وديت عندي هنا الجي اكس هنحطها تحتها بس نكتب بس بياناتنا على الاف اكس. ادي ديت مين؟ ديت الاف اكس عشان نبقى احنا عارفين. عندي هنا كام روت؟ 2 روت اللي هو ال1 والنيجاتيف 2. ادي ال1 اهوت بيدينا 0، وادي النيجاتيف 2 بيدينا مين؟ بيدينا 0. نكبرها شويه عشان نعرف تبقى واضحه بالنسبه لنا، يعني مفيش مشكله تمام. اهيت ادي ديت، احنا جبنا التروت عند هنا نيجاتيف 2 وعند هنا ده 1، ده بيدينا 0 وده بيدينا 0. تعال نحط الساين، الساين بتاعتنا قلنا اللي في النص بتبقى عند هنا الاوبوزيت. طب الاوبوزيت عند هنا لو جيت اعمل اكس تايمز الاكس هيدينا مين؟ هيدينا اكس باور 2 بالبوزيتيف، فيبقى ديت الاوبوزيت بتاعها هيكون نيجاتيف، وعند هنا ده هيكون ايه؟ البوزيتيف بتاعها. تعالى نعمل النمبر لاين بتاع الجي اكس، ولكن تعالى نعمله مثلا بلون مختلف عشان يبقى احنا بس ايه الدنيا واضحه معانا.
ده هوت، هنقول مثلا وليكن ده جي اكس اهيت نمبر لاين اهوت برضو، تمام. ونيجي عند هنا نقول ايه، نقول ادي هنا الروت بتاعتها قال لي 3 ونيجاتيف 3، النيجاتيف 3 طبعا قبل النيجاتيف 2، فهكتب النيجاتيف 3 هنا كده، ده نيجاتيف 3 بيدينا 0، وعند هنا ال 3 بعد ال 1 هنا كده. اهم حاجه اكتب ترتيبها صح، مش هكتب ال 3 قبل ال 1 ولا النيجاتيف 3 يعني بعد النيجاتيف 2، لا ابقى كاتب الترتيب عندي هنا ايه صح، تمام. طيب اللي في النص عندي هنا الاوبوزيت، طب ديت نيجاتيف يبقى الاوبوزيت بتاعها هيكون بالايه؟ بالبوزيتيف. ولا على اليمين لايك ات، لايك ات يعني دي نيجاتيف فيبقى نيجاتيف زيها. تعالى بقى هو بيقول لي ايه؟ قال لي والله انا عايز الاثنين عندي هنا بوزيتيف، بص ار بوزيتيف. طب الاثنين هيكونوا بوزيتيف فين؟ تعالى برضو ناخدها بقى نحددها بلون تاني. بصوا معايا كده، انا عندي هنا ديت نيجاتيف هنا بوزيتيف، طب هنا بوزيتيف هنا بوزيتيف، يبقى بوزيتيف فين في الحته دي كده؟ من اول هنا لغايه هنا الاثنين بوزيتيف مع بعض، وفين كمان؟ وهنا بوزيتيف وهنا كمان. بعد كده دي نيجاتيف دي بوزيتيف، بره هنا بوزيتيف دي نيجاتيف، بره هنا دي بوزيتيف ديت ايه؟ نيجاتيف. يبقى انا عندي هم في الجزئين دول، ايه هم الجزئين دول؟ هنقول عندي هنا من اول نيجاتيف 3 لغايه مين؟ النيجاتيف 2، يبقى من اول نيجاتيف 3 لغايه النيجاتيف 2 يبقى عندي هنا الاثنين ار ايه؟ ار بوزيتيف. وطبعا اوبن بتكلم عن البوزيتيف بس ملوش علاقه بالزيرو. يونيون الانترفال الثاني من اول مين؟ من اول ال1 اهو ده كده ال1 لغايه مين؟ لغايه ال3. يبقى عندي هنا الاثنين الانترفال اللي عندي من اول مين؟ 1 و3 اوبن اللي هي ديت، ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 2، لكن بس هو بس ايه؟ عكسهم عكس الانترفال عادي مفيش مشكله، هي ديت هي ديت. يبقى الاجابه عندي هنا لتر مين؟ لتر A. هنا 19 بيقول لي بول ذا ساين اوف ذا تو فانكشن اف اند وير اف ايكوال او اف اكس ايكوال اكس ماينس 2، نفس الفكره تقريبا، ولكن عندي هنا ديت ايه؟ ديت عندي هنا لينير فانكشن وديت كوادراتيك فانكشن. طب تعالى نجيب الاف اكس كده اللي هي عندي هنا، هنجيب الايه؟ النيجاتيف بي اوفر اي، نيجاتيف بي اوفر اي اللي هي نيجاتيف نيجاتيف 2 بوزيتيف 2 اوفر اي اللي هي ب 1، فيبقى عندي هنا ديت ايكوال كام؟ ايكوال 2 اهي، نيجاتيف نيجاتيف 2 بوزيتيف 2 اوفر الاي اللي هي ب 1 عندي، يبقى 2 اوفر 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2. طيب هنرسم النمبر لاين في الاخر، ولكن تعالى نجيب برضو الجي اكس، نجيب التو روتس اللي عندي اللي هي قالت لي 4 ماينس الاكس باور 2. تعالى نعمل فاكتوريزيشن بتاعنا، يبقى عندي هنا لو قلت ديت هنخليها كويشن نقول ايكوال 0، فنقول ال 4 ايكوال 2 تايمز 2 والاكس باور 2 عباره عن اكس تايمز الاكس، مره عندي هنا بالبوزيتيف ومره بالايه؟ بالنيجاتيف. فعندي هنا نقول الاكس او 2 بلس اكس ايكوال 0 منها الاكس ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 2، ده الروت الاولاني. 4 عندي هنا 2 ماس الاكس ايكوال 0 يبقى الاكس ايكوال كام؟ الاكس ايكوال 2، ده الروت الثاني. تعالى بقى نحدد نمبر لاين ونحط بتوع النمبر لاين بتوع مين؟ بتوع الاثنين اللي عندنا، تمام؟ الاولى هنرسمها بالشكل ده كده اللي هي مين عندي؟ اللي هنكتب عليها البيانات بتاعتها اهوت اللي هي الاف اكس، يبقى ديت الاف اكس. الروت الوحيد اللي عندي او عندي هنا ديت الانترسكشن بوينت مع الاكس اكسس اللي هو دوت عندي هنا 2، هتدينا مين؟ هتدينا 0. قلنا جريتر ذان 2 بيبقى ايه؟ بيبقى لايك like ات يعني بوزيتيف لايك الايه، والثانيه الاوبوزيت اوف يعني ايه؟ يعني نيجاتيف. طب تعالى نعمل النمبر لاين بتاع الثانيه، نحاول نعمله بلون مختلف مثلا وليكن ده، طيب اهوت نكتب عليه برضو ده مين؟ ده الجي اكس. الجي اكس عندي هنا في نيجاتيف 2 وفي 2، في 2 يعني حطها تحت ال 2 بالظبط كده، يبقى ديت 2 هتدينا برضو مين؟ 0، وفي النيجاتيف 2 هنا كده هتدينا برضو ايه؟ 0. احنا قلنا البيتوين التو روتس بيكون ايه؟ بيكون اوبوزيت. طب هي عندي هنا جي اكس الكوفيشنت اوف اكس باور 2 بالنيجاتيف، يبقى ديت الاوبوزيت بتاعها بالبوزيتيف، وعندي هنا ده كده ايه؟ نيجاتيف لايك وده لايك، تمام؟ طيب انت بتتكلم في ايه؟ قال لي انا والله عايز هما الاثنين نيجاتيف فين؟ تمام؟ طب يبقى هما الاثنين نيجاتيف فين؟ هنختارها ازاي؟ هنختارها بالشكل ده كده. انت بتقول لي هما الاثنين عندي هنا نيجاتيف ان ذا انترفال، ده نيجاتيف ده نيجاتيف زيها، ده نيجاتيف ده بوزيتيف، لا مختلفين، ده بوزيتيف ده نيجاتيف، يبقى انا عندي هما الاثنين نيجاتيف من اول هنا اللي هي مين؟ نيجاتيف 2 لغايه النيجاتيف انفينيتي، يبقى عندي هنقول هنا اهوت من اول النيجاتيف انفينيتي لغايه مين؟ لغايه النيجاتيف 2 هما الاثنين بيكونوا ار ايه؟ ار نيجاتيف. ادور عليها فين موجوده؟ ايوه اللي هي جايب لتر مين؟ لتر
بي، وتعال نشوف نمبر 20. في نمبر 20 بيقول لي which of the following function is positive for all values of x. احنا قلنا كلها هتبقى كلها positive فين؟ قلنا مش عندنا ساين واحدة غير حاجتين اتنين، ايه هما؟ يا اما اول حاجة لو كانت ال fx equal constant، او كانت ايه؟ كانت عندي هنا quadratic function بس has no real root، has no real root. يبقى حاجة من الاتنين، يا اما تكون quadratic function تمام has no real root، يا اما constant. طب تعال نشوف اول واحدة، اول واحدة بس has no real root و quadratic function والA تكون بالبوزيتيف زي، عشان هو طالب هنا عندي بوزيتيف تمام. طب ديت فعلا كده يا مستر اكس باور 2 بلس 4، ديت عندي هنا quadratic function has no real root. عايز تعرف حتى بالديسكريمنت او بالفاكتوريزيشن على الكالكوليتور هتطلع برضه الروت بتاعتها فيها ايه؟ فيها او، يبقى عندي هنا ديت تنفع تمام. طب والاف اكس ايكوال 3 ده دي كونستانت وبوزيتيف، يبقى كلها هتكون بالبوزيتيف زيها. ادام في اتنين صح يبقى اكيد اول ذا بريفز اكيد التالتة برضه هتبقى زيهم. طب تعال نشوفها كده برضه، اه الاكس بار 2 ماينس 2 اكس بلس 10، اه ديت برضه عندي هنا هاز نو ري روت. ايه اللي عرفك يا مستر؟ تعال ادي الكالكوليتر اهيت تمام، وهات دي مود والايكويجن اللي هي 5 تمام، وادي عندي هنا 3 اختار 3. الاي عندي اللي هو الكوفيشنت اكس بار 2 عندي هنا ب 1 او ال 1 ايكوال تمام، عندي هنا البي بنيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 ايكوال تمام، عندي هنا ده بوزيتيف 10 ادي 10 واضغط ايكوال، اضغط ايكوال الاكسترا فيها كام؟ فيها 3 اي اهوت نوت ري رول، حتى الثاني اهوت 1 ماينس 3 اي 3 اي، يبقى عندي هنا دي برضو كوادراتيك ايكويشن هاز نو ري رول، والكوفيشنت اوف اكس باور 2 بالبوزيتيف هتكون بوزيتيف زيها، يبقى عندي هنا الاجابه هتكون اول ذا بريفيوس. وتعالى نشوف عندي هنا نمبر 21، بيقول لي ذا فانكشن اف اكس ايكوال 12 بلس 4 اكس ماينس اكس باور 2 از نوت نيجاتيف ان ذا انترفال. قلنا نوت نيجاتيف يعني ايه؟ يعني بوزيتيف وزيرو عشان ابقى عارف. طيب تعالى نرتبها نقول ايه؟ نقول عندي هنا نيجاتيف اكس باور 2 بلس 4 اكس، عندي هنا بلس 12 ايكوال زيرو، عشان سهوله الفاكتوريزيشن نضرب تايمز نيجاتيف 1 نعملها كلها تايمز نيجاتيف 1، فيبقى اكس باور 2 ماينس ال 4x ماينس 12 ايكوال كام؟ ايكوال 0. ادي الفاكتوريزيشن، الاكس باور 2 عباره عن اكس تايمز الاكس 12 2 نمبر ذا برودكت از 12 اند ذا ديفرنس بتوين ذيم ايكوال 4 طبعا 2 تايمز 6. الكبير فيهم الميدل تيرم هيكون زي الميدل تيرم اللي هو 6 هتبقى بالنيجاتيف ودي عكسها بالبوزيتيف، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2 ده الروت الاولاني، والاكس ايكوال كام؟ 6 ده الروت الايه؟ التاني. ادي عندي هنا النمبر لاين، هنقول ديت نيجاتيف 2 هتدينا 0 وال6 برضو هتدينا ايه؟ هتدينا 0. هنا اللي في النص عكسها اوبوزيت، طب هي بالنيجاتيف يبقى يا مستر احنا خليناها بوزيتيف، لا انا بدور دايما على الاصل في الفانكشن، عندي هنا نيجاتيف يبقى الاوبوزيت بتاعها بالايه؟ بالبوزيتيف، وعندي هنا ده ايه؟ ده نيجاتيف. انت قلت لي ايه؟ قلت لي نوت نيجاتيف، نوت نيجاتيف يعني بوزيتيف وزيرو. مين اللي بوزيتيف وزيرو؟ دول هيدونا زيرو، نيجاتيف 2 وال6 يبقى معانا، وعندنا هنا ده البوزيتيف يبقى الانترفال هتكون كلوزد، يبقى نيجاتيف 2 و6. فين النيجاتيف 2 وال6؟ ادي النيجاتيف 2 وال6 اللي هي الاجابه لتر مين؟ لتر بي. تعال نشوف نمبر 22، بيقول لي هنا ذا فانكشن اف اكس ايكوال نيجاتيف، وناخد بالنا ان النيجاتيف دوت يعني الكوفيشنت اوف اكس بورت هيكون بالنيجاتيف. طب التو روت عندي هنا اكس ماينس 1 ايكوال 0، منها الاكس هيكون ايكوال 1، ده الروت الاولاني. الروت الثاني اكس بلس 2 ايكوال 0، منها الاكس هيكون ايكوال نيجاتيف 2، ده الروت الثاني. تعالى ادي النمبر لاين اهوت، نيجاتيف 2 الصغير بنكتبه الاول يدينا 0، وعندي هنا ال1 اللي هو الروت الثاني برضه هيدينا 0، اللي بينهم الاوبوزيت، طب هو نيجاتيف يبقى الاوبوزيت بتاعها هيكون بوزيتيف، وهنا لايك ات نيجاتيف. انت عايز ايه؟ قال لي از بوزيتيف، ان انت بتدور على البوزيتيف اه، يبقى عندي هنا من اول نيجاتيف 2 اوبن لغايه ال1 اوبن، يبقى عندي هنا نيجاتيف 2 لمين؟ لل1، نيجاتيف 2 لل1 الاجابه لتر مين؟ لتر سي. طب 23 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت ا فيرست ديجري فانكشن، ده فيرست ديجري زي ما احنا شايفين اهوت بتبقى عباره عن ستريت لاين، او بنسميها لينير فانكشن عشان هي بتبقى عباره عن ستريت لاين. خدوا بالكم عندي هنا دي انا هفكركم بس بالرسمه، الرسمه اللي احنا بنعملها على النمبر لاين اللي هي التو ديت اللي هي مين؟ اللي هي النيجاتيف بي اوفر اي، ادي التو تمام؟ وادي عندي هنا ده بيدينا زيرو، طبعا عندي هنا التو بتدينا زيرو اهي. الجريتر ذان تو بيكون لايك مين؟ كوفيشنت اوف اكس. طب ما فيش يا مستر عندي، ما هي باينه اهي، جريتر ذان تو يعني ال 3 بتدينا مين؟ بتدينا اللي فوق الاكس، يعني الواي بتكون بالايه؟ بالبوزيتيف اهي، يبقى ديت بوزيتيف.
طب وليزن 2 تحت هي الواي بالنيجاتيف يبقى ده نيجاتيف. طب انت بتسال على ايه؟ قال لي اول حاجه عندي هنا فيرست ذا فانكشن از بوزيتيف ان. بوزيتيف من اول مين؟ من اول ال 2 اوبن لغايه الانفينيتي. من اول ال 2 اوبن لغايه مين؟ لغايه الانفينيتي اللي هي الاجابه لتر مين؟ لتر دي ديت بوزيتيف. تمام. طب سكند هنا ذا فانكشن از نيجاتيف ان. نيجاتيف العكس، يبقى عندي هنا من اول نيجاتيف انفينيتي لغايه ال 2 اوبن برضه، من اول نيجاتيف انفينيتي لل 2 اوبن اللي هي الاجابه لتر مين؟ لتر سي. وتعالى نشوف اللي بعده نمبر 24. واحنا عملنا في الاول الرسمه، خدوا بالكم عشان نعرف نقرا الرسومات ديت كويس. فبقول لي ايه؟ بقول لي ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت ا سكند ديجري فانكشن. تمام. اف اوف اكس عندي هنا اول حاجه بقول لي الاف اكس ايكوال 0 ات ايه؟ ات اكس بلونج تو ايه؟ هي بتكون ايكوال 0 فين؟ عند الروت. الروت الاولاني اللي هو عندي هنا نيجاتيف 1 اللي هو ده كده، وروت الثاني عندي هنا عند مين؟ عند ال 3. يبقى عندي هنا نيجاتيف 1 و 3، نيجاتيف 1 اللي هي ديت و 3 الاجابه لتر دي تكون ايكوال 0. طب قال الاف اكس جريتر ذان 0 يعني بوزيتيف. طب بوزيتيف فين؟ ده بوزيتيف في تو انترفال اللي هي دول اللي فوق الاكس اكسس، دول بالبوزيتيف عندي هنا كده، اللي هي مين؟ اللي هي الار ديفرنس. ديفرنس مين؟ من اول نيجاتيف 1 لل 3 بس كلوزد، من اول نيجاتيف 1 لل 3 كلوزد. واحنا قلنا كلوزد ليه؟ النيجاتيف 1 وال 3 مش بيدينا بوزيتيف، ده بيدينا مين؟ بيدينا 0. فانا بستثناها مع مين؟ مع النيجاتيف. مش عايز النيجاتيف 1 ولا ال 3 معايا لانهم بيدونا 0. انا عايز بس بدور على مين؟ على البوزيتيف بس. طب تعالى هنا في السرد قال لي ايه؟ قال الاف اكس لزان 0 يعني بالنيجاتيف. بالنيجاتيف من اول فين؟ من اول نيجاتيف 1 لغايه ال 3 اوبن، من نيجاتيف 1 لل 3 اوبن اللي هي الاجابه لتر مين؟ لتر ايه. وتعالى نشوف نمبر 25. في 25 بيقول لي الاف اكس ايكوال اكس ماينس الاي اول باور 2 زين اف اي بلس 1 تايمز اف اي ماينس ال 1. والله عندي هنا ديت معناها ان هي ليها 1 روت، يعني بيقول لي الاف اكس ايكوال اكس ماينس الاي اول باور 2 معناها ان هو ليها 1 روت. مين هو الروت؟ اللي هو الاكس، تبقى هنا اكس ماينس الاي هنقول ايكوال 0، يبقى الاكس ايكوال كام؟ ايكوال الاي. تمام. طيب يبقى انا عندي هنا بنقول ايه؟ بنقول مين اللي بيدينا 0؟ الاي بتدينا 0. طيب وبعدين عندي هنا اللي فوق دوت بيبقى عندي هنا ديت بيكون لايك ات، بيكون بالبوزيتيف. ايه اللي عرفك يا مستر؟ ما هو الكوفيشنت اوف اكس اهوت بالايه؟ بالبوزيتيف. فاقول عندي هنا دوت ايه؟ بوزيتيف. تمام. ده الكوفيشنت اوف اكس. طب هو قال لي ايه؟ قال لي الكوفيشنت اوف اكس او في ايه بلس 1. انا الايه بلس 1 اللي هي ديت كده، يعني عندي هنا لو قلت ايه بلس 1 يعني زياده عنها 1، ديت ايه بلس 1 يعني هتدينا مين؟ هتدينا بوزيتيف. طب ايه ماينس 1؟ ايه ماينس 1 يعني اقل منها ب 1 برضه هتدينا مين؟ بوزيتيف. فيبقى بوزيتيف تايمز بوزيتيف ايكوال كام؟ ايكوال بوزيتيف. يبقى عندي هنا زين اف اي بلس ديت يعني بوزيتيف تايمز بوزيتيف يدينا مين؟ يدينا بوزيتيف. طب مين اللي بوزيتيف هنا؟ اللي هي الار بوزيتيف، هي الاجابه لتر مين؟ لتر بي. مفهومه؟ تاني اهو انا عندي هنا الروت بتاعها هيكون مين؟ هيكون الاي. سواء الاي ده بقى بوزيتيف او نيجاتيف مش هيفرق معايا، تمام؟ ولكن عندي هنا اللي هيفرق معايا اللي هو الاي بلس 1 اللي هو اكتر منه ب 1، طبعا السين بتاعته هتبقى بوزيتيف. لزن 1 برضو السين بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى بوزيتيف. فيبقى بوزيتيف تايمز بوزيتيف يدينا مين؟ يدينا بوزيتيف اللي هي الار اي ار بوزيتيف. وتعالى نشوف نمبر 26 نقراها مع بعض كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اف ذا روتس اوف ذا فانكشن اف اكس ايكوال 0 ار ال وام. يبقى عندي هنا التو روت ال والام، وير اف از كوادراتيك فانكشن. تمام. قال لي دي كوادراتيك فانكشن، طبعا ليها التو روت يبقى كوادراتيك فانكشن اكيد. وقال لي ال جريتر ذان ام. يبقى قال لي ال جريتر ذان ام يعني عايزني اكتب مين؟ اكتب، احنا طبعا بنكتب الصغير الاول، يبقى الصغير اللي هو الام هنكتبها الاول هنا، يبقى ده الام ده بيدينا 0، والال الاكبر منه هنكتبها كده على يمينها، احنا عارفين طبعا اللي على اليمين بيكون اكبر من على اليسار دايما. تمام. وبعدين قال لي ايه؟ قال لي انا عايز هنا الاف ال بلس 1، ال بلس 1 يعني اللي بعد ال كده ديت ال بلس 1، وام ماينس 1، ام ماينس 1 اللي هي قبل الام هنا كده، ام ماينس ال 1. تمام. عايز دي تايمز ديت ايكوال ايه؟ طب انا عارف من فين يا مستر؟ ما انا يمكن معلش يعني مع احترامي ممكن تكون الكوفيشنت اوف اكس باور 2 بالبوزيتيف فتبقى ديت بالنيجاتيف واللي بره دول يبقوا بالبوزيتيف. تمام خليني معاك. طيب وايه كمان؟ وممكن العكس يعني تكون نيجاتيف فيبقى العكس بتاعها بوزيتيف هنا واللي بره هم اللي نيجاتيف. يا سيدي انا اللي يهمني اللي بره. من اللي بره اللي هي الام ماينس ال1 والال بلس ال1، فهتبقى عباره عن ايه؟ نيجاتيف
تايمز نيجاتيف هتدينا بوزيتيف. طب لو كانت بوزيتيف وبوزيتيف هيبقى بوزيتيف تايمز بوزيتيف وبوزيتيف. يبقى دايما لو كانت عندي هنا الاثنين دول نيجاتيف يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف وبوزيتيف، تمام؟ او اهي نيجاتيف تايمز نيجاتيف يدينا بوزيتيف، او لو كانت بوزيتيف يبقى بوزيتيف تايمز بوزيتيف يدينا مين؟ بوزيتيف. يعني الناتج دايما هيطلع معايا ايه؟ بوزيتيف. مين البوزيتيف اللي عندي؟ اقل من اول الزيرو لغايه الانفينيتي، هو ده الايه؟ هو دوت الايه؟ البوزيتيف. وتعالى نشوف نمبر 27. في 27 عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي L is root of the function fx equal 0 where fx equal ax plus b. تمام. زين تعالى هنا، والله هو قال لي الروت اللي عندي L، قال لي الروت ايه؟ L. ادي ال L اهي، ده بيدينا 0 تمام. طيب وبعدين قال لي L plus 1 times L minus 1. L plus 1 اللي هي دي L plus 1 times ال L minus مين؟ ال L minus 1 اهي. طب ما هي ديت عندي هنا لو كانت لايك لو كانت الايه بالبوزيتيف فهتبقى دي بالبوزيتيف وديت بالنيجاتيف. طب فرضنا كان العكس يا مستر، يعني ايه العكس؟ يعني كانت الايه بالنيجاتيف فهتبقى دي نيجاتيف وديت هتبقى ايه بوزيتيف. طب سهله سهله ازاي؟ ما هو نيجاتيف تايمز بوزيتيف هيدينا نيجاتيف، او بوزيتيف تايمز نيجاتيف برضه هيدينا نيجاتيف، باي واحده منهم الاجابه هتكون ايه؟ نيجاتيف. طب نيجاتيف يعني ايه؟ يعني ار نيجاتيف. تمام. طب تعالى نشوف نمبر 28. 28 بيقول لي if the curve of the function f where f is linear function. هو قال لي ايه؟ قال لي linear function تمام intersects the x axis at 3 و 0. بتقطع ال x axis at 3 و ايه؟ و 0. ماشي سيدي. عندي هنا يعني ال 3 ده معناها بيدينا 0 تمام. which of the following statement is always true؟ ايهما هتكون ايه؟ هتكون صحيح. تمام تمام. طيب ايه اللي بعدها؟ اللي بعدها عندي هنا قال لي طبعا هنا ال 3 وال A و 0. طب خلاص قال لي which of the following statement is always true. انا عندي هنا لو كانت ال 3 equal 0 في حاجه من الاثنين، يبقى عندي هنا لو كانت ال A positive فهتبقى دي positive 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 وديت هتكون negative. طب يا مستر افرضنا كان العكس، العكس ازاي؟ يعني كانت ال A negative هيبقى دي negative 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 وديت عندي هنا positive positive positive. طب تعال نشوف اول حاجه. اول حاجه عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ال F2 greater than F3. ال2 اللي هي قبل ال3 تمام. ال2 اللي هي قبل مين؟ قبل ال3 اللي هي هنا كده. طب ال2 ديت هتدينا ايه؟ والله يا مستر لو كانت ديت كده ممكن تدينا نيجاتيف او بوزيتيف، يعني مش دايما هتكون greater than F. ما هي ال F3 بزيرو، ما لو كانت نيجاتيف مش هتكون اكبر منها، هتكون للزي. طب لو كانت بوزيتيف اه يبقى صحيح. يبقى هي ممكن تصحيح في بعض الاحيان لكن مش في كل الاحيان تمام. طب ال F4 less than F3، فين ال4؟ ال4 اللي هي بعد ال3 دي. ال4 لو كانت دي بوزيتيف فهتبقى بالبوزيتيف، هتبقى فعلا greater than 3 اللي هي greater than 0. لكن فرضنا كانت نيجاتيف تحت اللي هي تحت ديت، مش هتبقى less than 3، مش هتبقى greater than 3، ده هتبقى less than 3 تمام. طيب هتبقى less than A3 اللي هي بالزيرو. يبقى انا عندي هنا برضو مش هتبقى صحيحه في كل الاحيان. طب ال F2 تايمز ال F4، ال F2 وال F4 اللي هي بوزيتيف تايمز نيجاتيف او نيجاتيف تايمز بوزيتيف، فهتدينا دايما نيجاتيف. النيجاتيف جريتر ذان 3 اللي هي ال F3 اللي هي بتدينا 0؟ لا طبعا. طب ال F2 تايمز ال F4 اللي هي بوزيتيف تايمز نيجاتيف او نيجاتيف تايمز بوزيتيف هتبقى less than 3؟ ايوه، لانها هتدينا الناتج نيجاتيف دايما بوزيتيف تايمز نيجاتيف بنيجاتيف، يبقى less than F3 اللي هي بايه؟ ب 0. يبقى الاجابه عندي هنا لتر مين؟ لتر دي. وتعالى نشوف نمبر 29. هنا في 29 بيقول لي بيقول لي the sine of the function fx equal x minus 3 all power 2. x minus 3 all power 2 يعني x minus 3 equal 0، يبقى ال x equal كام؟ equal 3. وديت عندي هنا ليها 1 root اللي هو ال 3، وال 3 بيدينا مين؟ بيدينا 0. طب واللي على اليمين وعلى الشمال greater than than بيكون عندي هنا like the coefficient of x power 2. طبعا ال coefficient of x power 2 بالبوزيتيف لان مفيش نيجاتيف بره تمام. يبقى عندنا هيكون بوزيتيف 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 بوزيتيف. طب هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي نون نيجاتيف. يعني ايه نون نيجاتيف؟ يعني بوزيتيف اور زيرو. طب ما هو ده كله يا بوزيتيف يا زيرو، يبقى مين؟ يبقى الار اللي هي الاجابه لتر مين؟ لتر سي. وتعالى نشوف نمبر عندي هنا 30. ونمبر 30 بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي هنا اف اكس ايكوال اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي، وقال لي الاي جريتر ذان زيرو. الاي جريتر ذان زيرو يعني ايه؟ يعني بالبوزيتيف. ماشي. اند ذا روتس اوف ذا equation fx equal 0 هم مين؟ negative 2 و 1. ادي النمبر اللاين اهو توفر عليا، ادي negative 2 بتدينا 0، وادي ال 1 بيدينا 0،
واللي ديت عندي هنا بوزيتيف يبقى دي عكسها نيجاتيف، واللي بره زيها بوزيتيف. ماشي يا سيدي، انت عايز ايه بقى؟ قال لي عندي هنا زين ذا فانكشن اف اكس از نون نيجاتيف نون بوزيتيف. نون بوزيتيف يعني مش بوزيتيف، يعني ايه؟ يعني نيجاتيف وزيرو، نيجاتيف وزيرو هنا وهنا، نيجاتيف ده كده زيرو وده النيجاتيف. عندي هنا من اول مين؟ من اول نيجاتيف 2 كلوزد لغايه ال 1 كلوزد، نيجاتيف 2 1 كلوزد اللي هي جايبه لتر مين؟ لتر سي. تعال نشوف اللي بعدها. قال لي ذا فانكشن اف اكس ايكوال اي باور 2 اكس باور 2. معناها ايه اي باور 2 دوت؟ معناها ان ده بوزيتيف. ازاي يا مستر ممكن الايه نيجاتيف؟ يا سيدي ما هي لو نيجاتيف باور 2 الباور 2 هتشيل الايه؟ هتشيل النيجاتيف، فتبقى دي بوزيتيف. تمام؟ بلس سي. طيب هنا وير اي نوت ايكوال 0 والسي جريتر ذان 0. اه تفرق في ايه؟ لا تفرق كتير. انا عندي هنا ديت لو كانت بوزيتيف يبقى هاز نو رير روت. ازاي يا مستر؟ اهو هنا قال لك مثلا ده اي رقم بوزيتيف، وليكن مثلا عندي هنا 4x باور 2 بلس السي دوت ادام بوزيتيف وجريتر ذان 0 يعني بوزيتيف. مثلا عندي هنا وليكن يا سيدي مثلا 8 خلاص ايكوال 0، هنودي ال 8 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف بالاكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 8 ديفايدد باي 4 يعني ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 2. هل النيجاتيف لها روت؟ لا ملهاش روت، يبقى ديت عندي هنا كوادراتيك هاز نو ريل روت. تمام؟ طيب هنا هاز اساين بتكون ايه؟ دايما بوزيتيف؟ اه طبعا دايما بوزيتيف. ليه؟ لان ده بوزيتيف هتبقى لايك ات. تمام؟ فيبقى عندي هنا نيجاتيف، لا طبعا مش نيجاتيف، احنا قلنا هل هي بوزيتيف؟ اه هتبقى بوزيتيف زي ديت. عندي هنا لايك ذا سين اوف اكس، لا انا عندي هنا ما هي ديت على طول هنا ديت بوزيتيف لايك ذا سين اوف ايه؟ طبعا الايه اللي بوزيتيف ولا نيجاتيف باور 2 هتخليها بوزيتيف، كده كده هتبقى بوزيتيف. تمام؟ نيجي على 32 بيقول لي هنا if the minimum value of the quadratic function ال y equal fx is 3. تمام؟ يبقى minimum value، اه انت قلت لي minimum value، يعني ايه minimum value؟ يعني احنا هنفتكر من ريب 3 لما يقول لي minimum value اهي دي المينيمم فاليو، يبقى عندي هنا عامل زي حرف اليو يبقى مرفوع لفوق، عندي هنا ايكوال كام؟ ايكوال 3، عندي ال 3 هنا. طيب then the function is negative at y، negative ازاي؟ هي كلها اصلا هنا قال لي minimum value، يعني معنى كده ان هو عامل زي حرف اليو مفتوحة لفوق، وعندي هنا ايكوال 3 يبقى فوق دي كده، يبقى عندي هنا ديت الفانكشن كلها هتكون بالبوزيتيف، كلها هتكون بالايه؟ بالبوزيتيف. هل فيها نيجاتيف؟ ولا نيجاتيف ولا حتى زيرو، ولا نيجاتيف ولا حتى ايه؟ زيرو. يبقى انا عندي هنا ديت هتكون ايه؟ هتكون بلونج تو، عندي هنا مين؟ بلونج تو الايه؟ الاكس هتكون هنا بالايه؟ بالفاي، لان مفيش خالص نيجاتيف عندي. بكده نكون خلصنا السيشن بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. مع الف سلامه.